السلام عليكم. إذا التمرين في التعميل، فاكتوريزي لي زيكسبرسيون سويفونت. إذا في التعميل كنقلبوا على لو فاكتور كومان، العامل المشترك ما بين لي دو تيرم أو لي تيرم اللي كيكون عندي في التعبير. إذا في أ عندنا دو تيرم، كنقلبوا على واحد لو تيرم، واحد العامل اللي كيتعاود، اللي كنلقاوه في هاد لو تيرم وفي هاد لو تيرم. اذا كنلاحظوا مزيان، كنلقاو عندي 6 اكس زائد 3 وكاين 6 اكس زائد 3. اذا هذا هو العامل المشترك، اذا 6 اكس زائد 3. كنفتحوا القوس، اذا عملت في 6 اكس زائد 3، اذا غيبقى لي 4 اكس ناقص 5. 4 اكس ناقص 5، وهنا من الاحسن نديرو الاقواس باش ما نغلطش. زائد عملنا 6 اكس زائد 3، بقى لي 3 اكس زائد 1. 3 اكس زائد 1 فوالا. اذا دابا خصني نبسط هاد التعبير هذا. اذا كنحيد الاقواس، 4 اكس ناقص 5 زائد 3 اكس زائد 1. اذا 6 اكس زائد 3، اذا 4 اكس زائد 3 اكس، كنجمع لي زيكس مع لي زيكس، اذا هما 7 اكس وناقص 1 زائد 1، او لا ناقص 5 زائد 1، اذا هما ناقص العدد 4. اذا ب نفس الفكره، كنحاول نقلبوا على عامل مشترك. اذا في الحد الاول عندي 4 اكس ناقص 5، وفي الحد الثاني كاين 4 اكس ناقص 5 اوكاري. كنعرفوا بان اي عدد اوكاري، اكس اوكاري مثلا، هو اكس في اكس، ا اوكاري هو ا في ا. اذا نحاول نبين العامل المشترك وعاد نعمد. اذا هذا لو تيرم هذا هو 4 اكس ناقص 5 مضروبة في 4 اكس ناقص 5. اذا هذا هو العامل المشترك، 4 اكس ناقص 5. اذا في الحد الاول غيبقى لنا جوج ناقص اكس زائد، دونك هنا مادام عندنا زائد ما نديرش الاقواس، بلا ما ندير الاقواس، هنا كان عندي ناقص خصني ندير الاقواس، اولا نغير الاشاره. اذا زائد غيبقى لي 4 اكس ناقص 5. اذا 4 اكس ناقص 5، اذا كنجمع لي زيكس مع لي زيكس، ناقص ناقص اكس زائد 4 اكس هي 3 اكس. دائما العدد قراوه بالاشاره ديالو، ناقص اكس ماشي اكس، ناقص اكس زائد 4 اكس هي 3 اكس. جوج ناقص 5، جوج ناقص 5 هي ناقص 3. ندوزو السي. اذا عندنا 3 اكس زائد 5، 3 ناقص 2 اكس. اذا كنلاحظوا عندي واحد عامل مشترك ما بين الحدين بجوج، ما بين هذا لو تيرم هذا وهذا لو تيرم هذا كامل. اذا كنعملوا 3 اكس زائد 5، اذا كيبقى لنا 3 ناقص 2 اكس. كنلاحظوا اذا هنا من الاحسن نديروا الاقواس، ناقص كيبقى لهنا 2 زائد 5 اكس. اذا الا ما درتش الاقواس خصني نغير الاشاره د هاد الحدود اللي كاينين هنا. دابا نحيدوا الاقواس ونبسطوا الكتابه. اذا 3 اكس زائد 5، اذا 3 ناقص 2 اكس ناقص، يعني لي سين غيتبدلوا، اذا ناقص 2 ناقص 5 اكس. اذا 3 اكس زائد 5، اذا ناقص 2 اكس ناقص 5 اكس هي ناقص 7 اكس، و 3 ناقص 2 هي العدد 1. دابا غادي نحسبوا دي. اذا عندي دو تيرم، كنلاحظ بان العامل المشترك هو 3 اكس زائد 4،
عندي هنا 3 اكس زائد 4، ولكن حنا عندنا 3 اكس زائد 4 اس 2. اذا شنو غادي ندير؟ يمكن نكتبها بشكل 3 اكس زائد 4 مضروبه في 3 اكس زائد 4 ناقص 3 اكس زائد 4 5 اكس زائد عدد 6. اذا غادي نعملو 3 اكس زائد 4، اذا 3 اكس زائد 4. اذا شنو غادي يبقى لينا؟ غيبقى لينا في الحد الاول 3 اكس زائد 4 ناقص في الحد الثاني 5 اكس زائد العدد 6. اذا غادي نحيدو الاقواس، اذا نكتبو داك الشيء هنا. اذا 3 اكس زائد 4، اذا نحيدو هاد الاقواس الداخليه، غتكون غتبقى 3 اكس زائد 4 ناقص، يعني الاشاره غتبدل، يعني ناقص 5 اكس ناقص 6. اذا 3 اكس زائد 4، نبسطو هاد التعبير هذا. اذا 3 اكس ناقص 5 اكس هي ناقص 2 اكس، وزائد 4 ناقص 6 هي ناقص عدد 2.